معانا مدام سمية من القاهرة. اتفضلي يا مدام سمية، سؤال حضرتك. ايوه سؤالك اتفضلي. سؤالي انا مشكلة يا فضيلة الشيخ، انا اخويا مش يقول يا ماما، هو اخويا انا حججته فاهم، هو راجل محترم وكويس جدا وامير وكله، اليومين اللي بقاله شهر ما بيصليش. بقول له ما بيصليش ليه؟ قال لي لما انا مش معترف ان ده محمد ده، قال له معجزة القرآن هو اللي عامله، مش ربنا مش عامل القرآن، مش منزله، وانا مش بصلي. يا سيدي دي كده، قال لي ابدا. انا ايه الحيوان؟ ايه كده يسند العنكبوت يقول الحيوان؟ ايه الحيوان دي؟ ويقول لك دخل بطن الحوت فوق البطن، ايه الكلام ده؟ عمال يقول حاجات عجيبه جدا جدا، عايزه يقعد مع بيغلط. ايوه حاضر 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 يا انسوم، يعني هنرد عليكي حالا. معانا مين؟ مدام قمر، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. سؤالك يا فندم. اتفضلي. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ سؤال، لان انا جوزي بيحلف طلقات كتير على الطلاق بالثلاثه مثلا ما انت نازله، وبنزل فيها اوقات بنزل فيها، هو على طول خلفان معاه، فانا مش عارفه عشتي معايا حلال ولا حرام. حاضر. ناخد رد عليهم. بالنسبه للامر الاول، انه لو عندي حد يعني بيعترف بالقرآن والسنة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مقصر في مسألة الصلاة زي ما القرآن علمنا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر كلمة وأمر، الأمر ده الأمر ثلاث أنواع يا حضرات. إذا كان من فوق لتحت يبقى أمر، لما ربنا يقول أقيموا الصلاة يبقى أقيموا الصلاة. طب ولو من تحت لفوق يبقى دعاء، زي نعم. اغفر لنا، اغفر، ما اغفر ده فعل امر بس طالع من تحت لفوق، يبقى ايه؟ دعاء. نعم. واذا كان ما بين طرفين متساويين يبقى اسمه التماس. يعني انا لما بدعو واحد للصلاه بقول له ممكن بعد اذنك لو سمحت لو تكرمت الله يبارك لك تصلي، اقم صلاتك تصفو حياتك، بدعوه بالحسنى، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، فذكر انما انت مذكر. قال لا ده ما فيش حاجه اسمها القران وما فيش النبي، انك لا تهدي من احببت، ما علينا إلا أن ندعو بالحسنى، ندعو بالحسنى وندعو الله له بالهداية.